نرسم السيركت في البداية. هذا الريزستور، الاندكتور، بعدين الكابستر. عندنا الفولتج سورس بخمسة ديجري زيرو، والفريكوانسي تساوي 12 كيلو هرتز. بالنسبة للريزستور 100 اوم. ايوه جيت دكتور. ايه معايا. والاندكتنس ب 15 مايكرو هنري، والكابسيتنس 0.22 مايكرو فارد. طيب اول طبعا نحسب اول شيء نحسب الكاباسيتر بعدين الاندكتور. نعم، اول خطوه حنحسب فيها الكاباسيترز مع الاندكتورز، هذه الاثنين نحسبها مع بعض صح؟ صح. طيب عشان نحسب هذه الاثنين مع بعض حنقول انه لابد نحسب كم الـ X C وكم الـ X L. طيب الـ X C المعادلة حقتها اذا تذكر ساعدني. X C ايوه 1 على 2 باي F C F C F frequency على C. طيب والـ X L 2 باي L C F S L F L F times L. طيب نعوض ونشوف. بالنسبة ل X C حتساوي طيب تحطها وتطلع النتيجة. أيوه. طلعت ال X C 602 602 كأنه في فاصلة مختلفة معايا. هي 2 باي تايمز. ايوه هو السؤال كان في صفر ولا ما في صفر؟ يمكن نقلته غلط. كان في صفر. كان في صفر؟ 0.0. ايوه انا كاتبه 0.022. اجل هذا الغلط من عندي فخلينا نعدل هنا. يعني 602. اي وهذا حيطلع 0.022 مايكرو فارد. طيب 15 ملي. فالآن نضيف الصفر هذا اللي ما حطيناه في البداية ويطلع 600. ايوه 600.2 وطلع الاكسل 1.13 كيلو. 602 times 0.86 اوم. وبالنسبة للاكسل 1.13 اللي هي تضرب 2 باي في 12 كيلو في 15 ملي. طلعت كم؟ 1.1309 كيلو. ممتاز. واحد 1.13 كيلو اوم. طيب الان نحول هذه اول أوم. كيلو اوم تبي تغيرها كلها ما في مشكله، نخليها كلها اوم او كلها كيلو أوم. الان باستخدام هذه المعطيات نبغى نطلع البارلل من الاثنين هذه. فنجي نقول والله عبارة عن زي سي بارلل، نكتب زي سي بارلل زي سي بارلل مع زي ال.
الزي سي عبارة عن minus j times xc والزي ال عبارة عن plus j times x زي سي parallel مع زي ال فالزي سي قلنا مضروب طبعا البرر تأخذ المضروب على المجموع الزي سي عبارة عن minus j في القيمة حقتها اللي هي 600 1 602.8 بالنسبة للمضروبة في الجي اللي هي 1130 كيلو صحيح؟ هذا مقسوم على المجموع حقه ماينس جي 602.80 ضرب أو مو ضرب زائد جي 1130 طب لما تسوي هذا المجموع والمضروب تطلع معاك النتيجة يصير البسط عندك 6 8 1 1 6 4 والجي في الجيب ماينس واحد ضرب ماينس واحد تطلع بلس حسبته في الحاسبة طلعت 0.637 طيب خليني بس أكمل أن الحساب اللي يطلع معي 1 1 3 0 minus 602.8 يساوي حيطلع بلس جي وهنا 527.2 طبعا تقسم العددين هذه على بعض 6 8 1 1 6 4 قسمة 527.2 يطلع النتيجة 1292 كم جر؟ 0.04 والزاوية حتكون ماينس 90 طبعا هذا عبارة عن الزي سي ان بارلل مع الزي ال الآن لازم ناخذ هذه ان بارلل مع الار هذا زي توتال لو سميناه او مو زي توتال خلينا نسميه زي سي ال تساوي 1 2 9 2 والزاوية minus 90 degrees لو كتبناها بالكارتيزين أو بالريكتانجلر فورم حيطلع minus J 1 2 9 2 طيب يعني هذه عبارة عن imaginary number وهذا عبارة عن imaginary number فنفس الطريقة أيوة. تتعامل معاهم ايه سويتها بعدين 1 1 3 2 بعدين i 602.8 كلها i كل الاثنين i ايه الاول في i والثاني في i بس احطه minus ولا بدون الاول minus والثاني plus سويته نفس الكتاب اللي طلع لي طب نحن خلينا نكمل وبعدين نرجع اذا اوكي ما في مشكله دكتور طيب بعد هذه الان نحن خلصنا من الاول السي والال باقي الار الار كان قيمتها ب 100 فعندنا لابد ناخذ الزي توتال اللي هو يبغاها عبارة عن الـ R parallel
مع الزي سي ال. طيب الار بمئة والزي سي طلعنا قيمتها، فنحن نحتاج المجموع نضربهم على بعض وبعدين نجمعهم. ممتاز. المضروب في المجموع يعني نقول 100 ضرب 1290 والزاوية ماينس 90 على 100 ناقص جي 1290. عشان كده احنا احتجنا في السلايد اللي قبل انه يكون عندنا في البولر فورم وفي الريكتانجل عشان نقدر نسوي العملية هذه بسهولة. طيب لو دخلنا الان في الآلة الحاسبة نجي نقول والله نبغى نعرف كم البولر حق المية ونحط ماينس 1290 تساوي الآن حيطلع معانا هذا يساوي أنا أحب أخذ المقام أول 1293.87 والزاوية ب ماينس 85.5 6 أو 7 اللي حتكون بتطلع 99.7 وهنا ماينس 90. لما تحسب هذه هيطلع معانا 99.7. طيب يعني ايوه والانجل 4 99.7 والانجل عبارة عن ماينس 4.43 اذا ما انا غلطان شيء زي كذا.